رمضان يعني دراما، أكيد إحنا كلنا بنقعد كده منتظرين الموسم الدرامي والموسم الرمضاني. كل سنة بيكون فيه جديد، كل سنة بيكون فيه تنوع، كل سنة بتظهر مواهب وقصص إنسانية وتوثيق لحكاوي في مجالات مختلفة ومتنوعة. واحد من المسلسلات والأعمال اللي عايزة أركز مع حضراتكم عليها هو مسلسل جري الوحوش، واحد من الأعمال المقرر انها تعرض خلال شهر رمضان، بيشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين. هو طبعا مأخوذ عن فيلم جري الوحوش واللي قدمه الفنان الراحل نور الشريف والراحل محمود عبد العزيز، الى جانب حسين فهمي ونوره وحسين الشربيني، مجموعه كبيره جدا من الابطال. هو قصه وسيناريو وحوار محمود ابو زيد واخراج علي عبد الخالق. المسلسل ده طبعا هيعرض على قناه المحور، بدأوا حضراتكم تتابعوه. النسخة بقى اللي احنا هنتابعها دلوقتي هي من بطولة نضال الشافعي، محمود حجازي، ادوارد، محمد عز، فادي عبد الغني، حسني شتا، صلاح عبد الله، الهام وجدي، مروة الازلي، عايدة رياض، وسميرة صدقي، واخراج عبد العزيز حشاد. مجموعة متنوعة جدا من الفنانين الكبار. وانا معايا دلوقتي حتى الفنانة فادي عبد الغني، سعيدة بوجودها. مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك في الخلاصة. مساء الخير يا هبه هاني، من ازيك يا حبيبتي؟ كل سنة وحضرتك طيبة وبألف صحة وسلامة ومتشوقين الحقيقة. ميرسي يا حبيبتي، كل سنة وانتم طيبين جميعا. احكي لنا بقى شوية عن كواليس جري الوحوش. والله المسلسل ده انا بقالي فترة ما اشتغلتش، بس انا اول ما قريت الورق بتاعه حسيت ان انا تعلقت بيه جدا، لانه هو مسلسل حقيقة مسلسل رمضاني 100%. بيرسخ للقيم والاخلاقيات المجتمعية والدينية كمان، يعني الحقيقة المسلسل إذا كان حتى هو يعني بيعيد القصة اللي هي جري الوحوش الفيلم، ولكن احنا خدنا، هو بس الكاتب أخد التيمة الأساسية اللي هو الفكرة بتاعة العمل، حتى الشخصيات مختلفة تماما في التركيبة نفسها، يعني الكاتب عمل تركيبة جديدة للشخصيات، بس المورال واحد. المورال يعني في اختلاف، التيمة الأساسية موجودة لكن في اختلاف بعد كده في الأحداث والشخصيات. بالظبط. طبعا لأنك أنت هناك بتعملي فيلم في ساعة ونص، هنا عندك 30 حلقة كذا ساعة يعني. فالمسلسل بيرسخ لقيمة انه زي ما بيقولوا كده في المثل، اجري يا ابن ادم جري الوحوش غير رزقك لن تحوش، وان لازم البني ادم يرضى بما رزقه الله، وان البني ادم ما ينفعش يسعى في الدنيا السعي اللي هو ينسى فيه اخلاقياته وينسى فيه قيمه وينسى فيه دينه وينسى فيه كل حاجة وانسانيته، ينسى كل ده مقابل ان هو يعني يجري عشان يجمع اكتر شيء ممكن من المال والعزوة وغيره وغيره وغيره. صح فعلا. الفيلم كان مليان قيم ومليان دروس بالشكل ده. ده حقيقي، ده حقيقي. هنا يمكن كان في الفيلم كان أستاذ حسين كان هو اللي دايما بيتكلم في الحتة دي، مش حسين فهمي، أستاذ حسين رحمة الله عليه، حسين الشربيني. حسين الشربيني أيوة، كان هو اللي دايما بيتكلم في الحتة دي، لكن هنا احنا عاملينها على توسع، فبتلاقي دايما في كل المشاهد وفي معظم يعني في شخصيات موجوده عشان تتكلم في الحته دي وعشان تدي موعظه في الحته دي. فالحقيقه انا شايفه ان المسلسل مسلسل رمضاني جميل واسري جدا، واعتقد ان الاسر ان شاء الله هتلتف حواليه عشان تشوف الاحداث الكتير والمتفرعه اللي الكاتب الحقيقه نجح جدا في صيغتها وفي كتابتها. طبعا مش هنسى الزملاء كلهم طبعا عظماء، يعني من نضال الشافعي ومحمود حجازي وادوارد وسيد خاطر وعبد الرحيم حسن. لا الحقيقه مجموعه رائعه جدا، وشباب كمان جميل زي محمد عز، محمد عز تقريبا. ايوه شاب جميل وموهوب جدا. انا سعيده جدا باني اشتغلت العمل ده، وسعيدة أكتر وأكتر بإني التقيت بمخرج عظيم ورائع وفعلا بيمثل السهل الممتنع في إخراجه للعمل وفي ترتيبه للمسألة. فالحقيقة يعني فعلا عامل عمل حلو قوي، وكنت سعيدة جدا وأنا بشتغل مع المجموعة الرائعة دي ومع هذا المخرج الرائع.
واحنا سعداء ان احنا هنشوف حضرتك ونتفرج على العمل ده، واللي انا متاكده ان هو هيجي بشكل مطور جدا عن نسخه الثمانينات، هيجي كمان بشكل يعني مواكب للاحداث والشخصيات متوسع أكثر. ايوه. طب قبل بقى ما اختم مع حضرتك، مش معقول اختم من غير ما اسالك عن طقوسك في رمضان. طقوسي في رمضان؟ احنا طقوسنا في رمضان السنة دي تقريبا في اللوكيشن يعني تصوير ها؟ ايوه لسه ما خلصتوش. لا لا لا، احنا قدامنا شوية حلوين يعني فطقوسنا تبقى كلها في رمضان، يعني يا اما بنفطر هناك يا اما بنفطر في بيوتنا. ربنا يقويكي، وكل سنة وحضرتك طيبة ومبروك مرة تانية. بس يا حبيبة قلبي، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك الفنانة فادية عبد الغني.